بتاعت النهارده هي اول محاضره في التكاثر في الانسان، وهتدرس الجهاز التناسلي الذكري. جزء خفيف ولذيذ، معلوماته معظمها انت عارف عنها خلفيه كويسه جدا من ايام التنسيق الهرموني، فهتلاقي ان الدنيا سهله ان شاء الله وحلوه. يعني خلاص بقى احنا جينا للجزء بتاع جسمنا، اجسام الانسان، فبالتالي الموضوع بيبقى امتع بكتير. واهم حاجه تطلع بيها من الموضوع ده كله هو ان انت تربط الكلام ده بالتنسيق الهرموني، دي حاجة عشان المنهج. الحاجة الأهم بقى هو ان انت تتأمل في إبداع ربنا سبحانه وتعالى في الخلق، وان الحاجات ده كلها جوه جسمنا، وان احنا كنا في يوم من الأيام يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كنا عظاما، فربنا سبحانه وتعالى كسى هذه العظام لحما، والقلب بدا ينبض والشعيرات الدمويه والجهاز العصبي لحد ما بقينا بالشكل دوت واتولدنا. احنا كنا في يوم من الايام يا جماعه، ايوه كنا قعدنا 9 شهور جوه هذا الكهف الضيق اللي اسمه الرحم، وما بنتنفسش من هنا، بنتنفس عن طريق الحبل السري، بيوصل لنا الاكسجين ونخرج مننا ثاني اكسيد الكربون ونحصل على الغذاء عن طريق الام، وحوارات كتير كده. احنا كنا هنا في يوم من الايام سبحان الله، ودلوقتي احنا واقفين اهوت وحاسين ان احنا بنملك الدنيا وما عليها، وحاسين ان احنا كبار جدا. الايه ديت: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. ففعلا كنا خارجين في يوم من الايام لا نعلم شيئا عن هذه الدنيا، ما نعرفش نعمل اي حاجه، حتى لا مؤاخذه يعني دخول الخلاء وان احنا نتخلص من فضلاتنا ما كناش عارفين نعمله. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي علمنا كل هذا، هو الذي جعل لنا السمع والابصار والافئده. ليه بقى؟ لعلكم تشكرون. ولكن للاسف كثير من البشر بيقراها او بيفهمها لعلكم تتكبرون، لعلكم تفجرون مش تشكرون. فاحنا عايزين نفتكر بقى ونمشي الرحله ديت من اولها، من اول ما نكون الحيوان المنوي من الجهاز التناسلي الذكري، والبويضه من الجهاز التناسلي الانثوي، ونوصلهم لبعض وندمجهم مع بعض في الاخصاب لحد ما تتكون خليه واحده وحيده اسمها اللاقحه او الزيجوت، موجوده في مكان يسمى قناه فالوب، تقعد تدقلك كده وتتدحرج لحد ما توصل للرحم، تبقى مجموعه من الخلايا، فيتكون الجنين بالاغشيه اللي بتحمي هذا الجنين، بيسموها الاغشيه الجنينيه، بالسائل اللي موجود حوالين الجنين وعايمين فيه جوه، للحبل السري، للمشيمه، للتسع شهور اللي احنا بنتكون فيهم جسمنا والاجهزه بتبدا تتكون من خليه واحده، لهذا التنوع الرهيب في الخلايا سبحان الله، لحد ما يوصل الى خلق مكتمل يسمى طفلا، فيخرج هذا الطفل في مرحله الولاده اللي فيها اصلا اعجاز، ثم الرضاعه اللي فيها اعجاز ثاني. وبعد كده نتكلم بقى عن مواضيع تانية زي التوائم، ازاي التوائم بتيجي، وليه في 2 توأم متماثل تيبيكال شبه بعض، فولة واتقسمت نصين او زايجوت واتقسم نصين، او توأم ولكن غير متماثل، ليه بيبقوا ولدين او بنتين او ولد وبنت، ليه بيحصل كده، والعيال هما بيبقوا لو لازقين في بعض دولت التوأم السيامي، وازاي لو واحدة مش عايزة تخلف توقف ما يعني وسائل منع الحمل، او واحده مش عارفه تخلف ازاي نعمل لها حاجه اسمها الحال المجهري او اطفال الانابيب، ومواضيع تانية مختلفه هنتكلم عنها في نهايه التكاثر. ناخد الرحله ديت كلها ونصب اعيننا ان احنا نتامل في خلق الله سبحانه وتعالى، ونقول الحمد لله، سبحان الله، سبحان الله الجميل، سبحان الله المبدع، سبحان الله المنعم المتفضل الذي خلق كل شيء فقدره واعطاه قدره الصحيح الصواب، يعني بحكمه وعلم منقطع النظير، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والحمد لله على ما نحن عليه، الحمد لله. والايه ديت: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ويشكرون. فاحنا عايزين نقول سبحان الله ونتفكر ونتدبر فنزداد خشيه من الله سبحانه وتعالى، انما يخشى الله من عباده العلماء. واحنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنتعلم عشان نكون من عباده العلماء الذين يخشون الله، تمام؟ ونشكر الحمد لله، تمام؟ هيا بنا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا، ادعي معايا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. انا هشمر بقى عشان الموضوع ايه هيدخل في الجد.